مرحبا، درت هاد سلطة، درتها بالكوسكوس ودرتها بالخضرة. وهذه السلطة كتاكل باردة، انا درتها بالكوسكوس بعد ما كيتفور، يعني كنديروه على المرق دجاج او اللحم او في الحليب. وهذه درتها سلطة، درتها بالخضرة. اللي غنحتاجو انا اللي درت مع درت فلفلة خضراء، فلفلة صفراء، فلفلة حمراء، درت وحدة صغيرة ما درتش على حسب، واحد بصلة، واحد سيترون، والخيار، وطومات، وهذاك الخس اللي بغى يدير القزبر يدير، اللي بغى يدير المعدنوس يدير. انا يا ما درتش فيه. اذا الكسكس نحتاجوه يكون مفور، يكون معدل. انا قطعت كل شيء صغير، مثلا الفلفله الحمراء، الفلفله الخضراء، البصل، الخيار، كل شيء قطعته صغير صغير، وقطعت معاه حتى واحد شويه نتاع البصله الخضراء. تقدروا ديروا معاه حتى سيبوليت وطوماط، خاصها تكون تقلعوا لها هذيك الزريعه ديالها، تقلعوا لها هذيك الزريعه باش ما يكونش في هذيك بزاف هذا ديك الزريعه. اذا قطعوا البصل، الفلفل، هذا الانواع اللي بغيتوا انتم ما ديروا الفلفل فيها، والفلفله الخضراء ولا بد، وحتى الحمراء. مهم ديروا فيها طومات وكون سلاد. وهنا عندي واحد سيترون، الوغ تعصروها وديروا فيها شويه الابزار الاحمر مع شويه الملح، غير شويه الابزار، ماشي بزاف، غير باش يعطي لواحد واحد الكولور صغيره شويه وصافي، ماشي بزاف. تخلطوا مزيان كل شيء مع داك الملح، وتخلطوا ديك الخضره مع داك الكسكس، تخلطوا مزيان مزيان. ومن بعد صافي تكون واجده وتاكل هكذا بارده. تقدروا ديروا لها حتى الابزار الابيض او لا الاسود. انا كنت نسيت هذاك الخيار، ومن بعد راني قطعته، كنت قطعته ولكن نسيته، هاد عاد ضفته ولكن الوغ ضفته لكل شيء، وصافي كتكون واجده. درتها في واحد المول باش يعطي لها هاد الفورمه ديالها هكذا الدائريه. تقدروا ديروا لها كيف ما بغيتوا، تزينوها باللي بغيتوا.